يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسمياً، وذلك بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، عن استضافة المملكة وعلى ساحلها الغربي هنا في مدينة جدة. عروس البحر الأحمر، إحدى جولات فورمولا واحد، أهم وأكبر السباقات العالمية المشوقة. نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة، فأهلاً بفورمولا ون وأهلاً بالأبطال. شكراً لكم.